حصد وجنوب، أهلا بكم. ترأس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الأحد بديوان المحافظة اجتماعا لتنظيم وترتيب الحملة الرسمية والشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار لملس إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للحملة الرسمية والشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أعلن عنها في اجتماع الحكومة السابق وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسية. وفي سياق مختلف، شدد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية. وأكد لملس خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن على أهمية تطوير العمل من خلال التعاون المشترك وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وتحويل المشروع إلى واقع ملموس. نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر بحضور الأستاذ فضل محمد الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأمين العام. وفي ذات السياق، نظمت جمعية المهرة لتنمية الأسرة حفلاً خطابياً وفنياً بهيجاً في كورنيش الغيضة برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الجنوبي والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 52 لليوم الوطني. حضر الحفلة العديد من الشخصيات البارزة بما في ذلك رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة الأستاذ مجاهد بن عفرار. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.